أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من أسئلة عن الإيمان مع ضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا. أهلا بك. انتهينا أو أنهينا حديثنا في الحلقة الماضية عن الحرب والسلم، وفي هذه الحلقة نتكلم عن علاقة الزواج، علاقة الرجل بالمرأة في الإسلام وفي المسيحية أيضا. قال سيد المسيح عليه السلام: ليكن لكل واحد امرأته، لأنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. في الجعبة الكثير من الأسئلة على هذا الموضوع: ما هي علاقة الرجل بالمرأة، الزوج بالزوجة؟ ما هي المراجع الإسلامية التي تستطيع أن تشاركها معنا عن مواقف الرسول، وإن كان في أحاديث أو تعليم تختص في هذا الأمر؟ أمين. تفضل. بس في البداية أحب أصحح جملة صغيرة. تفضل. تسمح لي؟ تفضل. المسيح له المجد. أمين. فبالنسبة للزواج، سيد المسيح قال كده: ليكن لكل واحد امرأته ولكل امرأة رجلها. نعم. لأنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. نعم. وقدس هذه العلاقة. ففي رسالة أفسس مكتوب: هذا السر عظيم. نعم. ومكتوب أيضا: ليكن الزواج مقدسا والمضجع غير نجس. فده تقديس الزواج سر مقدس في المسيحية، لأنه ارتباط بين اثنين فقط. نعم. حتى في الطلاق لا يطلقوا. سمعتم أنه قيل في القدماء: اعطي كتاب طلاق إن أردت أن تطلق امرأتك. لكن السيد المسيح قال لهم إيه؟ من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج بمطلقة يزني. علاقة مقدسة. نعم. لا تنفصل. وقال كده: ما يجمعه الله لا يفرقه إنسان. نعم. فقداسة العلاقة الزوجية. هذا من ناحية في المسيحية. نبص بقى الناحية الإسلامية. معروف طبعا في الآية القرآنية اللي بتقول تزوجوا، أنا مش عايز أقول اللفظ يعني، سامحني عشان خاطر 100% موجود قدام الكاميرا، في قصدي قدام التلفزيونات، عائلات وشبان وشبان وشبات، فما بحبش أقول الكلمة دي شوية. لكن كلمة الزواج يعني مثنى وثلاث ورباع، وفوق كل ده ما ملكت أيمانكم. يعني أي واحدة تقدر أنك أنت تسبيها وتاخدها، وده بقى ملوش حدود يعني، ملوش عدد. وعلى ذلك في زواج المتعة اللي كانوا بيعملوهم على سفر في حج في معارك، فيتزوج الواحدة ويديها أجرتها على الوقت اللي يقضي وياها. والأحاديث موجودة أنه استمتع رسول الله واستمتعنا معه، وأيضا كان ساريا في عهد أبو بكر وبداية عهد عمر. لكن يعني عمر في أي مراجع كتابية لهذا الكلام؟ الأحاديث. نعم. صحيح البخاري. في صحيح البخاري. صحيح البخاري. الحقيقة اللي هي عايزة تتناقش من واقع المراجع الإسلامية قضية، ما على رأي المثل يقول لك إيه؟ الناس على دين ملوكهم أو على دين أنبيائهم بالأولى يعني. نعم. ففي مرجع في دروس قرآنية الجزء الثاني صفحة 832 سجل عمر ابن عفرة ما ذاع عن النبي في زمانه. قالوا: ما لمحمد شغل إلا التزوج. لأن بلغ عدد زوجات النبي محمد، الزوجات اللي دخل بهن في وقت واحد، مجموعهم 9. في حين أنه كان قال مثنى وثلاث ورباع للناس. لكن بالنسبة للنبي زي ما بيقولوا المفسرين والشراح ان له امتياز خاص بتاع النبوة، فيبقى متميز انه ياخد 9.
وفوق التسعة كان فيه سريات زي مريم القبطية والآخر، وفوق ده كله نساء أخر وهبنا أنفسهن للرسول زي ميمونة، وفوق ده كله عقد على نساء ولم يدخل بهن، وخطب نساء ولم يدخل بهن، وبلغ العدد حصرا من واقع المراجع لحد ما وصلت إليه دلوقتي يعني 66 امرأة على ذمة محمد، منهم الزوجات الشرعيات، منهم السرايا، منهم اللي جوزهم اللي عقد عليهم ما دخلش عليهم، ومنهم اللي خطبهم، ومنهم اللي وهبنا نفسهن لهم. خدت بالك؟ فعمر ابن عفرة كتب اللي أذيع عن الرسول في هذا المرجع الإسلامي، ما لمحمد شغل إلا التزوج، وكان ده مدعاة أن يذكر الإمام البخاري في صحيحه مرات كثيرة ما كان يردده البعض قائلين إن محمدا ليس له هم إلا، برضو الكلمة اللي أنا ما بحبش أقولها يعني اللي هي معناها الزواج يعني. ده كتاب السيوطي المجلد الثالث صفحة 377. والحديث النبوي المذكور اللي قال فيه النبي حبب إلي ثلاث، النساء والطيب والطعام. أين يوجد هذا الحديث؟ صحيح البخاري. في صحيح البخاري أيضا موجود يعني، موجود ويمكن اطلاع عليه، كل إنسان يقدر يطلع عليه ويطلعه من النت يعني، يجيب الأحاديث ويحط سيرش أو ابحث، يحط في هذه الكلمة حب بلي أو النساء أو أي حتة، وبعدين حيجي له السيرش كامل من جميع كتب الأحاديث. ولهذا يعني كانت له قصص زواج متعددة، وكل قصة أنا بعتقد أنها يعني قصة فريدة يعني. نعم. قصة غريبة. تحب تعرف وتقدم للمشاهدين حاجة، مشاهدين حاجة؟ نعم، أعطينا أمثلة عن هذا الأمر. الشائع والمعروف جدا ومن كتب الأحاديث والسيرة النبوية. زواجه هو طبعا الأول تزوج من خديجة، قعد 25 سنة مع خديجة. نعم. لم يتزوج فوقها. طيب، فده كان شيء رائع. نعم. بعد ما مات خديجة تزوج صبية عندها 6 سنوات، لم يتزوجها إلا في 9. ماشي ماشي ماشي، حاضر. كتب عليها في 6 ودخل بها في 9، وكتب عليها أي تزوجها. ومن سن 6 لسن 9 كان ما هو زي ما هو مذكور في كتب السيرة كان بيمارس معها حاجة أنا ما أقدرش أن أنا أذكرها يعني. يعني ما اسمح لي يعني أن أنا ما أقدرش أذكرها. نعم. يعني يرجع إليها في الكتب وحيقروها هي كانت إيه. ذكره قبيح على كل حال يعني. صعب أن احنا في قلب يعني العائلات والأسر الألفاظ دي تتقال يعني، يمكن موجودة في الكتب واللي عايز يقرأ يقرأ يشوفها يعني، يمكن بس مش أكيد موجودة. لا موجودة مليون المية. موجودة. نعم. موجودة في صحيح البخاري هي نفسها قالت. انت قلت يمكن. لا يمكن يشوفها. لأن نعم. جايز جدا الناس ما تحبش تشوف. نعم. أنا بقول اللي يمكن على الشخص. نعم. مش على الكتاب، لكن كويس أنك أنت بتستدرك. شنو؟ وفي كتاب بنت الشاطئ نساء النبي. نعم. ذكر نساء النبي كلهم اللي هم 9، وذكر عيشة بالقصة بكده يعني. نعم. فده شيء غريب قوي. وعارف في 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 يوم ما دخل بها امها جابتها منين؟ لان في ناس بيقولوا لنا ايه، لا انتوا بتدركوا، انتوا قولوا دلوقتي 6 سنين بالايام بتاعت دلوقتي و9 سنين، لا ما تنسوش ان هي كانت في بيئه بدويه وكانت يافعه وناضجه، ما تقيسوش بالمقاييس دلوقتي. 9 سنوات يافعه وناضجه هم يعني اللي بيعترض. نعم. بيقول كده. فبقول له طيب السيرة النبوية تقول ان يوم دخلتها وهي عندها 9 سنين
أمها شالتها من على المرجحة وجابتها له ومسحت له وشها بمية ووضعتها في حجره. طيب يا فعة أمها هتشيلها؟ وبعدين يذكر كتب السيرة أيضا أن النبي محمد وعائشة عبد الرحمن تذكر هذا بالتفصيل، لأن عائشة كانت بتبص للجانب البشري للنبي محمد في علاقاته مع زوجاته. فبيقول كان بتقول كان بيجيب لها اللعب الصغيرة عشان خاطر تلعب بيها، ويجيب لها البنات الصغيرين يلعبوا وياها. ولما كانوا الحبش يلعبوا مبارزة بالحراب كان بيشيلها على كتافه عشان تتفرج، فهتبقى يافعة وتتفرج مش قادرة تشوف. فده ما يثبت هذا طبعا، يعني وضع بيقولوا لي ده كان شائع. انا بكلم ناس في البلتوك لما بنقعد في الروم، فناس كتير بيردوا علي بيقول لا ده كان شائع ومش عارف مين خد برضه بنت عندها 7 سنين ومش عارف ايه شائع. اقول لهم ماشي شائع، شائع وخطأ من الناس، ولكن رسول من الله يصحح الخطأ ولا ينغمس فيه، فكان بالأولى ان هو يعني دي الكتب بتقول كده، انا احنا مالناش دخل بحاجه. نعم هي قراءتنا في الكتب. هل لك من مثال اخر؟ مثال بقى انا بعتبره مثال صارخ بصراحه، وهو مذكور في سوره الاحزاب بالذات، زواجه من زينب بنت جحش. وزينب بنت جحش دي كانت زوجة ابنه بالتبني اللي اسمه زيد ابن حارثة. وتحكي كتب السيرة وتحكي أيضا سير أمهات المؤمنين، تحكي عائشة عبد الرحمن أيضا في كتابها إن النبي راح يزور ابنه زيد ابن حارثة، فالباب بتاع البيت بتاعها شعر، فالهوى طير الشعر، فرآها النبي محمد شبه عريه، فشغل بها، وعندما خرجت لتقابله سمعته يتمتم ويقول سبحان مقلب القلوب. فلما جه زيد قالت له ان النبي كان موجود، قال لها طب ما كانش دخلش ليه؟ قالت ده حصل كذا كذا، وقال مقلب القلوب. فراح له قال له اتريدها يا رسول الله؟ قال له امسك عليك زوجك. ونزلت الايات بقى الغاء ان البنوه البنويه من الاسلام كليه عشان خاطر ما يبقاش يتجوز بنت مرتين بالتبني. نعم الغاء البنويه، وكل واحد يتسمى باسم ابوه. ونزلت آية تانية إنه يتجوزها. سورة في سورة الأحزاب، إزاي أنت بتخفي ما وضعه الله فيك؟ وفي البالتوك برضو بيقولوا لنا لا الله هو اللي حط الحاجات دي في قلبه. الله، أيوه إحنا يعني هو الله هو اللي بيحط الشهوة. ده الله بيقول لك من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يبقى هنلبس ربنا تهمه، يبقى قال له اشتهيها وشغل قلبه بيها. ونزلت الايه وطلقت البت من جوزها واتجوزها، ويعني الوضع يعني هذه ما تقوله الكتب. هذه ما تقوله الكتب، بس انا بحط عليها علامه استفهام، وبتمنى حد من العلماء المسلمين يوضحوا لنا برد منطقي ويريحوا مخنا ان لا ده كان كده علشان كده وعشان كده وعشان كده. ردود منطقية شيء يسعدني. نعم. اما بقى قصص زواجه من اخريات فشيء غريب. هل لديك اي قصص ايجابية؟ ايجابية انه كويس يعني فيها؟ نعم. بزواجه؟ طبعا. في علاقته بعائشة. تحكي عائشة نعم أسرار علاقتها الخاصة مع النبي محمد.
انه ازاي كان بيلعب وياها ويداعبها وتداعبه، وازاي كان بيستحم في طشت واحد ويرموا بعض بالميه. انا مش بقول عشان خاطر الضحك، لكن دي حاجات مكتوبه في كتاب على اللي هي بشريه النبي في علاقته مع مين؟ في علاقته مع زوجاته، واخد بالك؟ ف يعني في علاقات محبه كبيره يعني في الناس. حتى نفسه لما كان مرتبط بعائشة كتير قوي، ولدرجة ان الزوجات كلهم غاروا من الموقف. فقال لهم لا، هي عائشة يعني دي بنت ابو بكر، ما تنسوش. لكن انا مش ده قصدي، بقى قصدي على قصص اخرى بمنتهى الصراحة بتحط علامات استفهام قد الاستوديو. مثلا كان لما بيشوف واحدة حلوة فلازم تبقى بتاعته، لدرجة انه كان فيه له واحد من الصحابة اسمه دحية الكلبي، وكانوا راجعين من غزوة بني المصطلق، وفي غزوة بني المصطلق خدوا السبايا ووزعوها، فطلعت واحدة اسمها صفية بنت حيي من نصيب دحية الكلبي. فبعد ما خدها ومشي قولوا ناس قالوا له دحية ازاي تديها، ازاي صفية دي تروح لدحية؟ لا دي طليق بيك، جميلة وأدهش جدا بصراحة كإنسان قارئ يعني. أدهش جدا انه بدل ما يقولهم لا عيب اصبحت من نصيبه خلاص، لا راح جابها من دحية ودخل عليها في نفس اليوم اللي اتقتل فيها جوزها، كانوا يهود بني المصطلق، وابوها وعمها واخوها. يا ساتر. ولم تمضي مده العده الشرعيه، لكن في نفس اليوم. دي بتحط قدام عيني علامات استفهام كبيره، قد يكون هناك سر أنا لا أفهمه يحل الموقف. ولهذا أتمنى أن أحدا من أفاضل المشايخ يتعطف ويعلن ويبين ويطلعوا لنا كتب ويقولوا لنا، أو في التلفزيون أو كده يقولنا لا الكلام ده مش سليم. يا ريت، بنتمنى أن احنا نسمع الرأي الآخر بكل مصر. نفس الشيء يا عزيزي الفاضل تكرر مع واحدة اسمها جورية بنت الحارس، كانت من نصيب ثابت بن قيس، كانت من نصيب ثابت ابن قيس. نعم. فهي ما عجبتها، ما عجبهاش ثابت، فقدرت تخلع وراحت لبيت الرسول، شافتها عيشة واتكهربت. ده كتب السيرة بتقول كده، كتاب عيشة عبد الرحمن بيقول كده. اتكهربت وغارت منها لجمالها، وقالت في نفسها لابد وأنها تقع من الرسول مثل ما وقعت فيها، يعني حيبهر بجمالها. وقد كان سمع، كانت بتتردد أنها تدخلها ولا ما تدخلهاش، فسمع فطلع فقال لها إيه في إيه؟ قالت له أنا وقعت من نصيب ثابت بن قيس وأنا عايزاه أدفع له ويفكني، بس انا اسيره وما عنديش حاجه اتفك بها. فقال لها ما تخافيش، انا هفكك وانا هاخدك. وفكها وخدها. قصص عجيبه يعني، بتخلي للقارئ. الكتب دي موجوده بس ما حدش بيقرا. موجوده، فلازم تظهر على الـ على الـ على الصوره، لان العقل لازم يشوف يعني ايه اللي بيؤمن بيه وايه اللي بيتبعه وايه اللي بيعيشه. قصة ثالثة، واحد برضو من الصحابة كانوا في غزوة فزارة، فسبى بنت اسمها الفتاة الفزارية، مش مذكور اسمها، فقابله في السوق، سمع عنها فقابله في السوق، فقال له كيف حال الفزارية؟ قال له صدقني يا رسول الله فتاة جميلة وأنا لم أستطع أن أكشفها. قال له ارسلها لي. الجدع ما فهمش. تاني يوم حصل نفس الشيء،
ارسلها لي، ما فهمش. ثالث يوم الواد تنبه فارسلها لي الفتاة الفزري. فالحاجات دي بتدي علامات استفهام كبيرة قوي عن مثل هذا التصرف. طب هل ده يعني ممكن الناس تعمل كده او تقلد كده؟ ده السؤال. نعم. شيء غريب ده زاد عن كده. زاد عن كده بصراحة، يعني حاجة غريبة. يعني في سورة الأحزاب الآية اللي بتقول وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، تهب نفسها للرسول، وما هذا الاعتراض على هذا الكلام؟ أي تهب نفسها للرسول، أن الكلمة بقى اللي أنا ما بحبش أقولها كذا، أن كذا خالصة من دون المؤمنين لكي لا يكون عليه حرج. أي امرأة مؤمنة تهب نفسها للرسول؟ نعم. حتى لو كانت متجوزة؟ لا متجوزة طبعا لا. طب فين؟ فين الاستثناء في الآية؟ مش ممكن. ما دي علامات الاستفهام الكبيرة. مثلا واحدة منهم ميمونة، فكان هو في مكة محرم، وفي آخر يوم ماشية بالجمل وهو ملاته، فجت رمية نفسها عليه وقالت له الجمل لك الجمل وما حمل يا رسول الله، فأخذها ودخل بها. عائشة قالت في هذه المناسبة ورددت أيضا أيام ما تزوج زينب بنت جحش لما نزلت الآية بزواجها، قالت له لما نزلت الآية دي ونزلت الآية بزواجه من زينب، فقالت له إيه؟ ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك. هوا بتنزل له آية. كلمة كبيرة. نعم. ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك. فالأوضاع دي بتخلي الإنسان يفكر ليه؟ العملية إزاي تيجي كده يعني؟ نعم. قرأت شيء عجيب في كتاب الطبقات لابن سعد. شيء عجيب. حديث يقول لك لم يمت، العيشة بتقول لم يمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل له جميع النساء. يا ساتر. طبقات لابن سعد جزء 8. هذا كتاب موجود. هو 9 أجزاء، 8 جزء. اسمه إيه مرة تانية؟ الطبقات الكبرى لابن سعد جزء 8. نعم. ومتوفر متواجد ممكن اطلاع عليه من قبل أي إنسان، إلا إذا كان بقى يعني. مرة كنت بتكلم مع أخ صديق ليا في المواضيع دي، فقال لي طب ما أدم ديت كتب موجودة في المكتبات، المفروض أنهم هم يحطوا يافطة على الكتب دي ويقولوا إيه؟ ممنوع البيع لمن يريد أن يفهم ما في هذه الكتب، لكن اللي مش عايز يفهم اللي في الكتب ياخده ويشتري ويحطها في بيته. نعم. بركة كده. لكن ممنوع بيعها لمن يريد أن يفهم. طبعا وضع صعب. يعني الكتب موجودة وفيها الحاجات ديت، لكن أنا عارف أن الغالبية العظمى من الشعب لا يقرؤون، وإن قرأوا لا يفهمون، وإن فهموا يتجاهلون. سمعنا الكثير عن هذا الموضوع بالنسبة لموقف الإسلام خلال مدة 3 دقائق القادمة. ماذا يقول السيد المسيح في هذا الأمر؟ السيد المسيح قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. ليه؟ تلوث فكره الداخلي. الخطية مش بس الفعل، الخطية في الفكر، في الحركة الداخلية. فالمفروض تقديس الإنسان من داخل، وهنا الارتباط بالله. أقول له يا رب من فضلك دع روحك يطهرني يغيرني
يشبعني بيك، والنفس الشبعانة تدوس العسل. النفس لأنها جائعة كل مر حلو لها. ليه؟ لأن الإنسان مش شبعان بربنا. فالمسيحية بتدعو الإنسان أن يتسامى بأن يأخذ روح الله في داخله، يطهر قلبه وحياته، ويسمو به فوق الدنايا والشهوات، ويصبح هنا الزواج مقدسا والمضجع غير نجس، ولكل واحد امرأته ولكل امرأة رجلها. نعم. لأنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، ويعيش الإنسان في سلام، في أمان، في طمأنينة، في سعادة مع شريكة حياته الواحدة. فده المسيح الذي ارتفع وسمى بالطبيعة البشرية وإدانا الإمكانية. بس نعم. ياريت كل واحد يطلب من المسيح إن هو يشبع قلبه ويغير حياته، وعندئذ ينال حياة مقدسة في المسيح يسوع. أمين. لقد أدركنا الوقت مرة أخرى، ونكتفي بهذا القدر، ولنا لقاء معكم في حلقة أخرى. شكرا. أعزائي المشاهدين، لقد سمعنا الكثير عن مواقف الإسلام مع المرأة، أشياء لم أكن أعرفها أنا شخصيا، وهي مستجدة إلي، وعقلي يرفض هذه الأشياء ولا أقبلها لأنها غير طيبة. وأذكر ما قاله الرسول بولس: أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. نرحب بأسئلتكم جميعا، إن كان لديك أي استفسار نحن نرحب بأسئلتكم، وإن أردت الحصول على نسخة مجانية من الكتاب المقدس فيسرنا أن نرسلها إليكم. الآن ترون على الشاشة المواقع والعناوين للاتصال بالقمص زكريا بطرس أو بالاتصال بنا. شكرا لكم، واللقاء في الحلقة الأخيرة في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكراً.